بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجتماع مجلس الوزراء بجلسته التيادية الموافقة 25 من عام 2022 والموافقة 115 من عمر تشكيل هذه الحكومة حيث استهل الاجتماع بمباركة أو تجديد مباركة مجلس الوزراء لتنظيم بطولة خليجي 25 بصرة 25 حيث أكد السيد رئيس مجلس الوزراء على كافة الوزارات الخدمية بتقديم كافه الامور التي تسهم بانجاح هذه المناسبه وهذا الحدث الرياضي الكبير وبما يقدم صوره جيده وصوره حقيقيه عن العراق الجديد اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات في هذه الجلسه الاعتياديه كان من اهمها موضوع مناقشه الكهرباء حيث يعاني العراقيين في هذا الصيف لارتفاع درجات الحراره من ازمه في تجهيز الطاقه الكهربائيه، واتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات التي من شأنها تخفيف الضغط او تخفيف المعاناه التي يواجهوه في كل موسم، حيث قرر مجلس الوزراء عده قرارات اهمها اعتماد سعر الوقود المجهز بمبلغ 250 دينار للتر الواحد الى اصحاب المولدات لتجهيز المواطنين كافه بالكهرباء لساعات انقطاع الطاقه الكهربائيه. كذلك زيادة كمية الوقود المجهزة لأصحاب المولدات الأهلية للأشهر التي حددت بالقرار المذكور آنفا ليكون التجهيز وفقا لساعات القطع وبما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالطاقة قيام وزارة النفط بفتح منافذ في جميع المحافظات الغير منتظمة بإقليم لبيع مادة, مادة زيت الغاز الغاز وبالسعر الرسمي لأصحاب المولدات الاهليه لسد احتياجاتهم في هذا الصيف. قيام وزاره النفط بفتح تسجيل للموردات الاهليه غير المسجله المشموله بحصه الغاز. تمويل وزاره الماليه بمبلغ 3 مليار دينار الى وزاره الداخليه شهريا لسد عجز الرواتب في مركز ديوان وزاره الداخليه. الموافقه على منح مدرسه قدموس الدوليه الاهليه في العاصمه بغداد. إجازة تأسيس استنادا إلى أحكام المادة أربعا البند أولا من نظام التعليم الأهلي والأجنبي خمسة لسنة 2013 وتتولى وزارة التربية استكمال إعداد التعليمات المذكورة بالمادة أربعة آنفا كما قرر مجلس الوزراء الوزراء إقرار التقرير السنوي الرابع لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2021 والمقدم من قبل السيد محافظ البنك المركزي العراقي المحترم حيث حقق العراق تطور كبير في هذا المجال ضمن عمر الحكومه الحاليه كما وجه مجلس الوزراء الساده المحافظين عدم التدخل بالسياسه التشغيليه وتوزيعات المياه المعده من قبل وزاره الموارد المائيه لضمان التوزيع العادل للمياه في ظل شحه المياه في الفصل الحالي في فصل الصيف الحادي شكرا كان هذا ابرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الاعتياديه لهذا اليوم شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته